ما زلنا بنعيش اجواء الفرحه مع لعيب النادي الاهلي وجهازهم الفني. تعالوا نروح نشوف كابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي قال ايه بعد الفوز. بطوله ورا بطوله، الحمد لله. طبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي، بطوله بالنسبه لنا كبيره، زي ما انت قلت متعطشين لكل البطوله، مشارك فيها عشان نسعد جمهور النادي الاهلي. يعني اعتقد النهارده الحمد لله بطوله كبيره تضاف لرصيد بطولات النادي الاهلي. جمهور الحمد لله النهارده اعتقد ان احنا ساعدناهم الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي يبقى افضل بالنسبه لنا اكتر واكتر، سواء بطوله افريقيا بقى او الدوري او الكاس الجديد. فالحمد لله النتيجه جميله ويوم حلو، ان شاء الله نقدر نبني بيها اللي جاي ان شاء الله. كنت النهارده كابتن سامي قمصان وحسين الشحات برده هو نازل، كنت واقف معاه بتكلمه وشفنا يعني شفنا حماسه، كنت بتكلمه وبتحمسه. ماشي، ده دورنا يعني، ده دور كل الجهاز مش انا لوحدي بس. يعني لعيبه النادي الاهلي لعيبه رجاله ولعيبه مجتهده جدا، لعيبه بتخلص، لعيبه بتعمل اقصى جهد ليها عشان تسعد جمهور النادي الاهلي، فبشكرهم طبعا على الروح ديت والاداء دوت، ومزيد ان شاء الله من البطولات. طبعا في اخر الماتش كلنا قلبنا واقف، بس الحمد لله رب العالمين كرم ربنا كبير ومتولي الحمد لله زي الفل. الحمد لله. طبعا يعني كانت هتبقى حاجة صعبة جدا بالنسبة لنا، موقف صعب جدا بالنسبة لنا يعني، لكن الحمد لله ربنا سترها عليه ويتمنى له ان شاء الله الشفاء ان شاء الله. عظم الجمهور النادي الاهلي في مدرجات النهارده، لازم نتكلم عنه. طبعا هو ده العامل الفاصل يعني، والحاجة اللي بتدي اللعيبة دوافع كبيرة جدا ومسؤولية كبيرة جدا يعني. جمهور كبير وجمهور عظيم دايما في ظهرنا في أي مكان بروح فيه في العالم يعني، فبشكره، أتمنى إن احنا نقدر نساعده كمان وكمان إن شاء الله. ألف مبروك. شكرا.